إلى ذلك أشار مدرب فريق الميناء باسم قاسم خلال مؤتمر صحفي إلى الأوضاع الصعبة التي يعاني منها فريقه وهو يتأهب لملاقاة الكويت الكويتي بعد أقل من ساعة من الآن في افتتاح ملعب نادي الميناء الذي يتسع لثلاثين ألف متفرج. يعني حقيقة بداية أنا أتقدم بجزيل الشكر والامتنان من إخواننا أشقائنا الكويتيين وفد الكويت الكويتي، يعني شاركنا في هذا الكرنفال الكبير ويشارك هذا الأرض الكبير، لأن حقيقة أنا في مناسبات سابقة تكلمت أنه الميناء ليس ملك أهل البصرة وإنما ملك العراق، بل أعتقد لربما اسم الميناء وتاريخ الميناء تعدى إلى أكثر من ذلك، حتى أنه يعني يلقى اهتمام من كل أبناء الخليج، وخير دليل على أنه تواجد فريق الكويت الكويتي في هذا المحفل في هذا الكرنفال الكبير وفي هذه المباراة اللي هي افتتاح ملعب الميناء الأولمبي، واللي نتمنى أنه إن شاء الله أن تكون فاتحة خير لبطولة خليج عربي، تكون محط اهتمام وحديث للتاريخ إن شاء الله. بكل تأكيد يعني احنا نشعر بحجم المسؤولية والفريق يعاني، يعني أنا حقيقة كمدرب يعني في هذا الكرنفال الكبير يعني بكل تأكيد كنت أتمنى أن يكون هذا الكرنفال يعني وأن يكون الميناء في كامل عافيته، أن يكون الميناء متواجد بالدوري الممتاز وأن يكون الميناء متخم بالنجوم، لكن مع هذا يعني احنا يعني بمجموعة، لأن الكل يعرف يعني حضراتكم أنهم تعرفون الحالة، أنا ما أريد أكرر شيء لأنه وليس من باب التبرير، احنا بغض النظر عن من يتواجد معنا ومع الظروف العصيبة اللي حقيقة ظروف صعبة للغاية وصعبة مربكة ومعقدة، لكن مع كل هذه الظروف نبقى الراهن يعني على أنه يعود الميناء إن شاء الله إلى دور الأضواء، بس أملي كبير أنه أنظر إلى النتيجة، نعم يعني حقيقة النتيجة مهمة لكن هي مباراة بروتوكولية، بس لكن أنت من الناحية المنطقية والواقعية الآن حتى اللاعبين اللي يريدون يجون يلتحقون معك هم ما راح يخدموك، لأن أغلب اللاعبين هم اليوم خاضوا مباراة يوم 25 وباكر يعني غدا مثلا بكره يجون الى البصره او بهم الان من، فانت تصور يعني لاعب اليوم مهدي مباراة واغلبهم يعني متابعيهم بما فيهم يعني اللاعبين، يمكن لحد يوم امس انا شاهدت مباراة الجويه اللي اليوم عفوا اللي حمزه عدنان بالضبط بالدقيقه 89 تم استبداله، فكيف نقدر نعتمد على لاعبين يعني لاعب مباراة كامله ويجي؟ ما اخذ بنظر الاعتبار انه مجموعتي من اللاعبين يعني اللي موجودين يعني انت هم لازم تحافظ، بس لا انا لو كانت تيسرت الامور بشكل افضل لاعبين ملتحقين من يومين من ثلاثه لا باس، لان يعني انا هم مطالب بالنتيجه وادرك قيمه فريق الكويت الكويتي وادرك تماما ان المباراه بغايه الصعوبه، اتكلم لك للامانه انا بطبعي دائما متفائل وطبعي، بس لكن انا اتكلم واقع حال يعني بمجموعه من الشباب ولاعبين اربعه او خمسه وراح شاهدتهم بكره باعمار 16 سنه وتلعب مع هذا التاريخ الكبير يعني، لكن ثقتنا كبيره بما يعني عدينا باليومين السابقه، ان شاء الله الشباب قادرين يظهرون بالمظهر اللائق.